نتضامن امام وزاره الداخليه وهو امر طبيعي ومنطقي. لكن نوارا يعني نوارا تصريحات وزارة الداخلية منذ الأمس أنهم تحلوا بأقصى درجات ضبط النفس لدرجة أن مجلس الوزراء حياهم على هذه الدرجة من ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين. صحيح، هم والجيش ضبطوا نفسهم وسقط مننا 5 شهداء وعسى أعادوا إصابة المصابين. هو ده ضبط النفس؟ هم ذاكرين نفسهم هيعملوا فينا ايه؟ هيضربونا بالطيران؟ ده اللي ناقص؟ ده بعينهم. يعني ايه بس الناس؟ هم شايفيننا ايه؟ هذا التصريح الذي خرج من وزاره الداخليه وحياه عليه مجلس الوزراء ورئيس الوزراء اللي يعني مش مكشوف من نفسه ان هو مجرد ليس وان هو مجرد ستار ولا حتى يسوى حتى الصرفطار مخرق ومقطع ولا يسوى 3 متر. لكن بيحيوهم على ضرب الناس، بيحيوهم على قتل الناس، بيحيوهم ان هم قتلوا 5 شهداء في يوم. لانه ايه؟ لانه ما 20,000. هؤلاء الناس يحتقروننا، بيبصوا لنا، اللي بيبصوا للشعب المصري على انه دبان وصراصير وحشرات. لكنهم يؤكدون انه لا يوجد فرد امن يستخدم الرصاص الحي، وان يعني اذا كانت اطلقت رصاصه فهم ربما يشيرون بتصريحاتهم هذه انها من اطراف اخرى لا يعلمها احد، ربما من يتحينون الفرصه لاستغلالها للوقيعه بين الشعب والجيش والشرطه. يا فندم الناس ماتت في مسيره وقالوا طرف ثالث احنا مش عارفينه. ازاي يعني النهارده كمان انا اصلا مش متابعه، والله انا قاعده هنا وشايفاهم عمالين يقتلونا وشفتهم بعيني وانا شاهدت عيانهم وهم بيخزروا عين ملك مصطفى. شفتهم بعيني وهم قاعدين اطفال. يعني ايه اطراف ثالثه؟ ايه شغل الاستقبال ده؟ ما هذا الاحتقار للعقل المصري وللانسان المصري؟ المجلس ده هيمشي بالطول بالعرض، هيمشي قبله اللي عمل ما فلحش قاعد برضه يقتل ويضرب ويحقر فينا ويدهس فينا ويدوس على كرامتنا وفي الاخر اقطعه في لعب في مناخيره مكر 19. لكن تصريحات عضو المجلس العسكري ان من يطالب باسقاط الدوله الان او ابعاد المجلس العسكري عن اداره شؤون البلاد انما يعني بذلك سقوط الدوله وليس النظام. سقوط الدوله يعني هو الدوله من الطبيعي ان يحكمها عسكري؟ ما ايه الهلاوس السمعيه والبصريه دي؟ يعني ايه لما اقول الجيش شغلته انه يرجع لسكناته وان هو يحمي الحدود ويخدم البلد ويتصدى للعدو ولا يتصدى للمواطن؟ ابقى انا كده بهدم الدوله؟ لكن طبيعه المرحله واقتراب موعد الانتخابات ربما يستدعي وجود هذه الحكومه واداره المجلس العسكري لشؤون البلاد. ما فيش اي مرحله في الدنيا تستدعي وجود جيش داخل البلاد لا يؤمن حدودها ويعمل قتلا في الشعب. ما فيش في الدنيا اي طبيعه مرحله في اي دنيا تستدعي حكم عسكري، ده تخريف. هو ذكر انه سيترك الحكم وان طول الفتره الانتقاليه لنا طول اكثر من قبل نهايه 2012. هو ذكر انه هيترك الحكم هكذا كان بيان القوات المسلحه يوم 11 فبراير. قال ان هو هيقعد 6 شهور وفات 10 شهور هانف. يعني ايه؟ فات 10 شهور من ال6 شهور. وبعدين يعني دلوقتي المجلس العسكري اكد في بيانه نوارا يؤكد حرصه على الالتزام بخارطه الطريق لتسليم مقاليد الدوله لسلطه مدنيه منتخبه، وها هو سيجري الانتخابات بعد اسبوعين. لماذا اذا يعني لا تفوت الفرصه على من يريد ان يركب هذه الاحداث لافساد الحياه السياسيه في مصر؟ كله كذب كذب. انتخابات مجلس الشعب هتتعمل وهتتعمل في ميعادها وهنعمل مجلس رئاسي مدني او يجي رئيس المحكمه الدستوريه او حتى مرشحين الرئاسه يعملوا او حتى ان شاء الله حتى نعمل
انتخابات الرئاسة متزامنة مع انتخابات مجلس الشعب أو بعدها بقليل، أو ثم حتى نقعد من هنا وخالص نعمل مجلس الشعب ومجلس الشعب هو اللي يحكم البلد، الجيش يرجع سكناته، وإحنا مش هنواجه شرطة عسكرية تاني، ومش هنتقتل تاني، ومش هنتبهز تاني، ومش هنقعد تحت قانون طوارئ ومحاكم عسكرية تاني. إيه علاقة إجراء الانتخابات موجود حكم عسكري في البلد بيقتلنا ويحولنا لمحاكم عسكرية ويذبحنا بالطريقة دي؟ أشكرك، أشكرك شكرا جزيلا جزيلا نوارة نجمة، الناشطة السياسية، كانت معنا من شارع محمد محمود المؤدي إلى مقر وزارة الداخلية، وهذا شارع متفرع من